السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي الأعزاء، شكرا 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 للجميع أينما كنتم، وشكرا للمتتبعين القدماء والجدد الذين التحقوا بنا في مدرسة الحقيقة. إذن الدرس نتاع اليوم وهو المغرب، لأن البلد ديالنا، وخصنا نهضروا على البلد ديالنا ما نهضروش على شي بلد آخر، لأن عندنا المشكل في الوطن ديالنا وما نخليهوش للآخرين. وهنايا غادي نتكلموا على المعارضه، وشكون هي هذه المعارضه بمعنى المغربيه، وشكون هما هاد الملكيين، ومنين جاوا هاد الملكيين، ونتكلموا شويه كيكا في النهايه على المستقبل ديال المعارضه و الملكيون. اذا غادي نبداو، لان القضيه غدات نتاع الذهب نتاع فرنسا، وما قلتش الاستقلال حيت ما كاينش شي حاجه اسمها الاستقلال. فرنسا تشكلات واحد الشير ديما نتاع اشخاص نتاع الاسر، وهاد الاسر هادي هيمات على المال، بمعنى اللي عنده المال عنده الاقتصاد، والاقتصاد هو اللي كيحدد الثقافه والتربيه الجنسي نتاع الجنسيه والتربيه السياسيه والوعي السياسي، وكيعطيك واحد المكانه في المجتمع، وكيزدك لواحد المنزله اللي كتكون عندك السلطه وكتقترب من الشمس. اذا كما قالوا لي كلاسيك في الاقتصاد، سي ليكونومي كي ديتيرمين لو ريست، اي لو بوليتيك اي لو سوسيال اي لو كولتوريل، وكيعطيك القوه. الا ما عندكش الاقتصاد ما عندكش حتى شي حاجه. الا هما هيمنوا على الاقتصاد، علاش؟ حيت هما كانوا ديجا الاستقلال في الاصل كان خصو يكون في 1943 42 43، ولكن ما كانش في 43. علاش انا قلت 1942 43؟ لان في هذه الفتره الزمنيه غادي تدخل المانيا العضوة، وغتدخل وغتستعمر الفرنسيين، وتستعمر باريس، وغيولي الانسان الفرنسي كيضرب بلا كلاكيت في بيغال الاساسيات ديالو الفرنسيين، وتكون المراه الفرنسيه كتشطح في بيغال في مولان روج ولا في ليدو، كتشطح الجنرالات والاطر العليا نتاع الالمان. اذا في هذه الفتره الزمنيه انا ما كنعرفش علاش المغاربه والجزائر والتوانسه، بمعنى النخب ولاد هذوك الاولاد هذيك الطبقه اللي كانوا قراو وعندهم واحد النصيب نتاع المعرفه، واللي هما غيخود يدخلوا في واحد في صراع غيطلبوا الاستقلال، هما لي جون فون دو لا توسا مثلا في فرنسا، وهما اللي كتسماو فاسي الفهري واليساري المغاربه. علاش؟ في هذيك الفتره واحد الانسان مستعمر تخليه يستعمرك، واحد الانسان اللي كان مستعمر راه عنده ضعف، راه عنده خوار، راه ما عندوش القوه، راه عنده نزيف دموي، علاش ما تطورش عليه؟ فهمتيني؟ لا. إذن هاد الناس هادو ما طالبوش بالاستقلال ولا بالخروج ديال فرنسا، حسبوها كيف ما بغيتو على حساب الثقافه ديالكم والطبقه الاجتماعيه سوسيو بروفيسيونيل اللي جيتو منها والمعرفه ديالكم. علاش ما طلبوش الاستقلال تما وبقاو كيتسناو حتى 56؟ تسناو حتى 56 حتى جمعوا الفلوس، وحتى علموهم كيفاش يقراو، وحتى مشاو تزوجوا فرنسيات، وحتى مشاو دوزو دي ستاج في فرنسا وقراو، وخلاو لهم المفاتيح نتاع الزريبه اللي هي المغرب. إذن هاد الناس هادو منذ البدايه ما كانش عندهم فكره في الدماغ ديالهم باش يتحرر الوطن، والوطن ما عمر ما تحرر الى يومنا هذا. إذن هادوك مشاو وهما بقاو دي هوم بلاسون بحال في نفس الفرقه ديال الوداد. خرج واحد اللعاب ودخلوا واحد اللعاب واحد اخر، وهذاك اللي خرج ضرب الاخر في يديه وضرب ليه حتى بالطرمه ديالو ودخل باش يكمل الماتش. اذا الفرقه هي الفرقه، والمدرب هو المدرب، وهذاك اللي خرج وهذاك اللي دخل كيلعبوا فرقه واحده. سيتي كوم سا، شرحت لكم بالوداد حيت انتم كتفهموا غير بالكره. اذا هاد الناس هادو غير سميتو وغدوج عقد وعقدين وثلاثه العقود، والعقد راه ينديسيني وينديسيني انديكاد، وانديكاد هي 10 سنين. العقد من الزمن هي 10 سنين باش الناس اللي ما كيفهموش شيء، حيت عندنا ناس اللي مساكن ما عندهمش واحد الحد من الثقافه ومن المعرفه. اذا هادو يوقع واحد التراكم في الزمان، تراكم تاريخي وتراكم في المال وفي المعرفه والجاه، وهذا يساري وهذا يميني، وهذا من المتوسط، وهذا استقلالي، وهذا قربوا الشرح، وبحكم عندهم المال غادي يولي
هذاك الشلح اللي عنده المال غيولي يتزوج بهذيك العروبيه اللي باتها وعنده المال، وهذاك الفاسي اللي عنده المال غيدير التجاره مع هذاك الشلح اللي عنده المال. اذا الشلح مع الفاسي يجوجوا المال ديالهم، او العروبي مع الشلح غادي يخلطوا الدم، وهادو هما غادي يكونوا واحد السقف، وهاد السقف غادي يكون ثقيل حيت مبني بالاسمنت ها بالبيتروغمي، وغيضغطوا على من على واحد الطبقه ناشئه اللي هما ولا الطبقه المتوسطه. وهاد الطبقه المتوسطه اللي ولادها غادي يقراو وغياخذوا واحد الحد تاع العلم وغيفهموا مسائل وتقلبات جو سياسيه والصراعات اللي غيتعلموها في الكوليج في الجيل ديالنا وفي الليسي وفي الكليه، وغيشوفوا بلي هادوك الاخوان المسلمين وهادوك هذاك، وغيتعلموا اللغه ديال الخطاب واللغه تاع النقاش وديك لا ديالكتيك وداكشي، وغيعرفوا بلي راه ما عندهمش حد هما ولا الطبقه، وما يمكنلهمش يلقاو الفوق ما خطا الا بغاو يمشيو يدوروا ديك الاليه اللي هي النظام، وما ما يقبلوش يديروها لان عندهم الانفه والكبرياء والعزه، ولان فيهم الغيره على البلاد والعباد، ماشي بحال شي وحدين كي يديروا كل شيء باش يمشيو يحسوا هذيك الماشينه، ماشي يدوروها ما عندهمش المعرفه باش يدوروها باش يحسوها. اذن هادو الطبقه المتوسطه، وكيعرفوا بلي ان هذيك الطبقه ديالهم راه غادا كتقلص وكتقلص وكتقلص، وراه الحمد لله راه كتقلص، وراه ما غلطوش في التحديد ديالهم. هما اللي غيخرجوا وغيكون تسموا بالمعارضه، وهاد المعارضه منذ البدايه كانت ما نهضرش على المعارضه ديال القدام، نهضرنا على الجدود، غيقسموا جوج الى اثنين، وحدين غيبقاو كيعارضوا في البلاد وكيروحوا كيلقوا بريوسهم الى التهلكه لان النظام ما كيرحم شيء وما كيشفق شيء، وغيبقاو في البلاد وما بين الدخول للسجن والخروج للسجن، ولا غادي يسكتوا وما يهضروا شيء وعندهم الحق، وهادو اللي غادي يخرجوا وغنشوفوهم اللي غنطرقوا لهم دابا. اذا هادو عندهم واحد المعرفه، والمعرفه تؤدي اجلا او اجلا الى باش الانسان كينفجر، لان هذاك البركان اللي كينفجر علاش كينفجر؟ لان كاين واحد المزيج نتاع دوك المياه والسوائل ودوك المعادن اللي كتكون وكتخلط وكتنصهر بوم وكتضرب. وهاد الموت هاد الدراري هادو جمعوا ما بين الاقتصاد والماليه وما بين المعرفه وما بين الاحتكاك مع الاخرين ومع شافوا ومع سمعوا، وهاد المعرفه كامله كتادي باش الانسان كينفجر. اذا ما انفجرش اذا هذا ماشي انسان، هذا عنده شي معضله، عنده شي مشكله، فيه شي لوله الله يستر. اذا هاد الناس هادو هما اللي كاينين وعايشين في المهاجر سميتو، وغادي نهضروا ونقولوا شكون هما هاد الناس هادو. قلنا طبقه متوسطه خذوا، ولكن هادو هاد المعارضه كينقسموا عاوتاني اللي هنا في الخارج كينقسموا الى جوج. خليو هادوك اللي في المغرب ما نهضروش عليهم، انا نهضروا هادو اللي عندهم حريه ديال التعبير وعايشين في الديمقراطيات، شتي عايشين في الديمقراطيات وعارفين راسهم عايشين في الديمقراطيات، وعارفين راسهم كاين دساتير كيحميوهم، ومن هنايا تيدافعوا على الوطن وتيوعيوا الناس في البلاد. هذا هو السلاح اللي عندهم، هو نتاع التوعيه، وراهم كيستعملوه كل واحد بالطريق ديالو وبالتوحد على التربيه والقيم الاخلاقيه وهذاك الوسط التربوي اللي عاش فيه. اذا كاين وحدين هما خرجوا بوحدهم ما تظلموا ما قاسوا حتى شي واحد، تاني قاسوا حتى شي واحد، ولكن ما قابلينش الظلم. اذا خدينا مثلا امثله، كاين مثلا السيد ريتشي ولا ريشار اللي جا هذه 50 سنه، ريشار عزوز، انسان اللي كان اطار، كان اطار فين في اللي كتسمى لارجونتي. لارجونتي وهو هذاك هي لارجون وهي الفضه وهي وزاره نتاع الماليه، وكان انسان كان انسان ماشي مستشار، كان ان كونترولور، تيحسب المال، تيعرف اش دخل واش خرج، واحد الوقت كتبين شي حاجه دخلات وفي مشات الله اعلم. اذا ما قبلش هذيك السرقه و باين ضد بها، وما يمكنش ضد واحد الاليه. اذا اش كيبقى لك غير ما تطحنك الاليه، ولا كتمشي بحالاتك وكتخليها تطحن شي واحد اخر. اذا هذا كان خدام وكان ما عندوش المشكل في الوقت اللي هذه 50 عام في امريكان، بمعنى هذه 50 عام قبل هو كان خدام في وزاره الماليه وما كانش متروح ليه مشكل، ما كانش مشكل في الوقت اللي كانوا المغاربه ما كيلبسوش الصباط، ولدابا المغاربه ما كيلبسوش الصباط.
إذن غادي نخليو هذا الشيء الحاد اللي هبط من والديه هبطوا من تالوين وهو ولد الدار البيضاء واليوم راه امريكاني مغربي امريكاني. وغادي نجيو لواحد الاخ واحد اخر اللي انا السمية تاع المغاربه كي سميت عامه كيمشي ويا اللي هو ديغنوستيك هو جات من فعل فحصي فحصو فحصل هو الفحصي حتى هو راكم شفتوه الدري اللي هو بوليغلوت وبوليبالو الدري اللي ولد العلوم ولد البيولوجيا و وتيتقلب في العلوم السياسيه والاجتماعيه وكيدخل في شروحات وكيوعي بواحد الطريقه فهمتيني المدرسه اليساريه حتى هو كيبقى في المغرب ما كان غادي يخدم وغيعيش وما يوقع عليه والو والو. اذا ما فرضش عليه شي واحد باش يعارض ولكن هذا حبا في البلاد. وزيدوا عليه الصديق ديالو اللي هو صاحب سميتو مول الغفلاء ولا مول الحياة هذاك اللي كيقبض شعره وهذيك القبضه تاع الشعر ما عرفتش واش عارف ان هذيك لاكو تشوفال بدات منذ زمان مع لي زانارشيست. الارشيست بمعنى نيديو ني ماتر لا اله ولا سيد وبدات مع التصوف ولكن في خضم الستينات في جولدن سيكستيت العصر الذهبي وغيوقعوا الحزازات والمشاكل في المجتمع الامريكي وغتستعمل ك جوفو جون ميرت واحد النوع نتاع انتفاضه والنوع نتاع بلا ما كتهضر كتقول لهم انا راه ماشي معاكم وانا متفض وانا ما فرحانش وانا غضبان وانا هذيك واحد النوع سي كومونيكاسيون بوليتيك كتكون البيهافيور ديالك تيبين الاخر ليف مي لون انا راه ماشي معاكم. هذاك تقول النظام الحاكم انا راه ما منضبط شيء وانا راه ما قابل شيء هذاك لو ستاتيكو خصو يتبدل. انا واحد انسان مريفولتي ماشي ترافولتا ولكن تائر تا هو انسان اللي مجاز في العلوم يمكن في الفلسفه ولا لا ماشي في الفلسفه ما عمرو استعمل مفاهيم فلسفيه في السوسيولوجيا ولا في علم النفس لان كيستعمل مرات مصطلحات. اذا هادو الناس اللي عندهم مصطلحات وعندهم واحد التكوين وكيبان عليهم ولا مشينا دابا هادو ناس اللي اختيار وكاين ناس اللي تفرضت عليهم مثلا وهو حاجب دي جاي من الطبقة المتوسطة والأب ديالو أستاذ ديال اللغة العربية والأم ديالو إطار في وزارة العدل. إذن هذا علاش كاع غادي وكان عايش مزيان وعندو الشركة ديالو علاش غيمشي للمعارضة وعلاش غيدخل مع النظام بصراحة دابا ولا كيعارض واخا كيدافع على المصالح ديالو راه هذيك راه معارضة. إذن هادو ناس اللي عندهم واحد الأرضية باش اذا واللي هما كيخلعوا النظام ما كيخلعوش شي واحد اللي خرج مشي سميتو واحده اخرى. وكاين بوكاس اللي هو كان صحفي ومازال باقي صحفي وخدم في قلب ديال النظام والنظام هو ديك الاليه ما كترحمش هي خلقت العدو ديالو اللي كتقتل الاعداء. وكتشوفوا زكريا كذلك كان في وسط النظام وخلقوا هادو وهاد الناس هادو كاملين واخا على اختلاف المذاهب ديالهم وسميتو كي كلهم كيتسموا دي كومبانيون دو روت الناس كيمشيو فواحد الطريق وهذاك الطريق راه كلهم غاديين فيها كل واحد الطريقه ديالو وكلهم غاديين مصوبين الرماح ديالهم والسهام ديالهم والقوه ديالهم والمعرفه ديالهم ضد النظام. وهذا النظام غيطيح اجلا او عاجلا ومن كيطيح هذا النظام هذا اللي كومبانيون دو روت كل واحد كيرجع منين جا وكل واحد كيمشي طب ولكن اليوم عندهم مآرب وحده وهو هذاك النظام. اذا كل واحد هذا كل واحد منهم كيضرب النظام بالطريقه ديالو راه النظام راه كيخسر عليهم الملاير النظام تيخسر الملاير على هاد الناس هادو. هاد النظام ما عندوش العقل حيت هذيك راه اليه وديك الاليه راه جافه وكيسحبها غادي تطحن البشر ولكن باش تطحن البشر لان الناس راه تيفكروا لان النظام راه قوي وهاد الناس اللي شفتهم راه كلهم اذكياء ولانتيليجونس رومبلاس لا فورس مع موكم تنساها الانتيليجونس رومبلاس لا فورس الذكاء يحل محل القوه. انا عندكم واحد المثال تيكون واحد الراجل كيدير 45 كيلو 50 كيلو في واحد البلاد اسمها الهند ولا الشينوا ولا دوك البلاد نتاع الاسيويين وتيكون ثور كيدير 5 طن وهذا الراجل كيدير 50 كيلو غادي يجر 5 طن يجر واحد الثور 5 طن اش كيدير ليه؟ كيجي عنده بالعقل وكيدير ليه خرصه هنايا وكيدير ليه الحبيل الخيط وكيجرهم لوندروا لو بلوس سونسيبل حيت داك الانسان اللي قوي ديك الاليه اللي قويه راه عنده واحد البلاصه ان بوان فيبل وهاد الناس بقوت اذكياء وداك الشيء. هادو اللي قلت هاد المعارضين هادو اللي قلتو تفرضات عليهم المعارضه شي وحدين وزيدوا عليهم حتى جميله ولا مع الزوج ديالها لو كوبل
الكوبل الفلاني مع راجلها، هادو الناس اللي كانوا مع النظام وكانوا عايشين وما خاصهم والو، والنظام كيفرط في الابناء ديالو بحال الحلوفه ملي كتسخن كتقصي الابناء ديالها، عليها الناس ما كيركنوش وما كيمشوش مع الظالم الجائر. هادو هما المعارضه وهاكم كشتهم، والمشترك بيناتهم انهم فيهم عندهم واحد الشراسه، لان عندهم علاش تكون عندهم الشراسه وكيدافعوا على واحد الحق، ومضى حق وراءه طالبه، وكلهم عندهم واحد الثقافه وعندهم واحد المعنويه وعندهم واحد الاستراتيجي وعندهم واحد لاباز، عندهم واحد الارضيه صلبه كيوقفوا عليها، وهذه راها خساره للبلاد. لان علاش هاد الناس يكونوا في المهاجر الغربيه؟ علاش ما يكونوش في علاش ما يكونوش في البلاد؟ اذا دابا غنخليو هادو راكم شفتوهم، وما كاينش نقولوا راه كاين بزاف تاع الناس مع هاد المين ولا هادو، انا قلت لكم ما كنعرفش الناس كاملين، قلت الاسماء اللي الاغلبيه فيكم كتعرفوهم. ودابا غنمشيو ل ماشي المعارضه، الملكيين. الملكيين هما يا كينقسموا على جوج، على جوج ولا على ثلاثه. كاين وحدين عندهم واحد الدرجه عاليه نتاع الثقافه وعندهم شواهد وناس واعيين، وكاين درجه ثانيه عندهم كذلك شواهد، وكاين وحدين جاو في الحضيض والله غالب. الطبقه الاولى هي اللي كتلقاو فيها الاستاذ ولا هذاك المؤرخ نجيب ولا منجب اللي هو ملكي، وكتلقاو فيها النقيب اللي صوروه عراوه راه ملكي، هذاك اللي جبته وراه داوه للسجن وما قدرش يدوه من المحكمه، مع العلم راه مجوج فرنسيه وعنده جنسيه فرنسيه. وشوفوا هنا كاين الشراسه وهنا كاين الشرف والكرم والعزه عند واحد الانسان اللي هو بوكسور ولا ملاكم، اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو عزيز، مش عزيز، اللي هو المؤمني، اللي هو المؤمني زكريا المؤمني. زكريا المؤمني داروا معاه الفلطه، داهم المحكمة وتعلم واحد التيرمينولوجي جوريديك، وتعلم اللغة ديال الصراع، وتعلم اللغة ديال الخطاب، ودخل معاهم في الصراع وتيخسروا بزاف الماء على سميتو. في حين هذاك اللي مؤرخ واللي كيعرفوه الناس واللي في اليسار، يقدر يكون أحزاب موراه أحزاب يساريين فرنسيين حركات وحقوقيين، والمحكمة الحكم راه فرنسي ومراته فرنسية والابنة ديالو فرنسية، ما مشاش. علاش؟ هاد الإنسان الملكي إنسان خاوي الوفاض، من الداخل ديالو ما فيش واحد الحاجة اللي كتحرك الإنسان اللي كتجعل من الرجل رجل، الكرامة والعزة والسؤدد والشرف. هذا هو كذا. ونفس الشكل بالنسبة لواحد اللي هو محامي، كان وزير حقوق الإنسان، كان نقيب ديال المحاماة، وهو اللي خلق ليهم ما يسمى بالشبيبة الملكية باش يتصدوا المعارضه. ومع ذلك عراو وصوروا عاري ودخلوا ليه ولدو للحبس، وما قدرش يديهم المحكمه، وكيعرف النصوص القوانيه اي كوني تري بيان دي تكست دو دووا كي سون دي تكست اكزيجيتيف، وعندو الحق يديهم وغيربح القضيه ديالهم. ولكن تقول لك انايا ما غنديش للبلاط حيت هو ملكي حط النقع، وهادو هما الملكيين. في اخر المطاف كينهزموا وكيطيح لهم السروال، وش واحد اللي طاح ليه السروال غتوقع ليه شي حاجه. إذن هادو هذا الصنف الأول. الصنف الثاني هما دوك في المعدل اللي سميتو، وكتشوفوهم حتى هما من هاد القبيل هذا، وعندهم مشكل، عندهم مشكل، وهما المجموعة ديال تحفة اللي خدا واحد النصيب نتاع المعرفة، ولكن ديك المعرفة ماشي كاملة، وما زعلش منه باش يكون عنده واحد الثقافة اللي هي ثقافة سياسية، لأن خاوي الوفاد ما يقدرش يدخل العالم ديال السياسة، والعالم ديال السياسة فيه بزاف ديال الزليق، ماشي بعام ولا عامين ولا كاع ربع سنين في الكلية باش يكون عندك، هذه راها تربية وقيم أخلاقية. وهو خاوي الوفاد لأنه تزاد على واحد الأرضية اللي هي مفقرة وفقيرة، هو ضحية نتاع هذاك النظام، وهذا هي المشكلة والإشكالية اللي كيتعرض لها هذه الطبقة ديال جحفة، أنهم ناس مظلومين ومنذ البداية وباقيين مظلومين إلى يومنا هذا. ويقدر بين عشية وضحاها تمشي ليه الطوموبيلة ديالو ولا يمشي إطار هو كامل، ولكن راه ملكي. علاش هذا الإنسان هذا ملكي؟ علاش واحد الإنسان هو مظلوم وكيمشي مع الظالم؟ فهمتيني؟ لأن الآية القرآنية كتقول لك، كتقول هاد مجموعة الناس، لا تركنوا للذين، لا تركنوا بالفتحة، لا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار،
النار. اذا ربي كيوعدك كيوعدك بلي غتمسك النار الى الركون الى الذين ظلموا، واللي كتصفق لهم كطب لهم كتزمر لهم كتزغرت لهم كتقول لي انتم درتوها مزيان انا معكم. علاش غتمشي ضد واحد انسان ظالم؟ كتشوف واحد واش مابقاش فيك داك اللي مظلوم، مابقاش فيك داك الضحايا، مابقاش واحد الانسان استعملوا معاه القاروره، مابقاتلكش واحد الشعب مغربي ما عندوش الماء وحنا على ابواب نتاع المجاعه في المغرب. واش مابقاش فيك واحد الانسان كيجي من الشرق من اسرائيل وكيعطيو 500 هكتار وكيحطوا فوقها جوج المليار نتاع الدعم، مابقاش فيك بلي الفلوس نتاع البلد كيمشيو، مابقاش فيك بلي كاين واحد النزيف دموي ومالي اقتصادي، مابقاش فيك بلي الثقافه المغربيه والتراث المغربي والتربيه والاخلاق القيم تاع الاسر بدات كتمشي. مابقاش فيك بلي ان الاسره المغربيه كتفتت، مابقاش فيك بلي ان الشباب ما قدوش يتزوجوا، مابقاش فيك بلي الشباب الشابات ما كاينش اللي يتسوقهم يقول لهم بنت خالتي بحال اللي كنا كنقول لهم حنا بكري. هادشي وغادي مع واحد الانسان ظالم. واش نتوما يا لا 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 هادو ولا هذاك المؤرخ ولا المهداوي ولا ذاك العسكري العسكري الطبيب كلكم الرمضاني الرمضاني العضراوي القرضاوي كلكم هذو اللي كتساليو بيا في الاخر، اش كد واش عندكم شي ضمير واش تقدروا تنعسوا؟ علاش كتقبلوا الظلم في المجتمع؟ علاش كتقبلوا الظلم؟ ما كيبان لكمش بلي واحد انسان ظالم، ما كيبان لكمش بلي البلاد راها سالات، ما كيبان لكمش بلي النظام راه ساله، ما بان لكمش بلي راك غدا غتقدروا تحاكموا. راكم كتسموا خوانه من ناحيه القانون، نتوما خوانه نتوما خوانه. اذن هادو هما الناس الملكيين، وكاين الصنف الثالث نتاع هادو اللي مظلومين كثر من هاد التحفه هذا، وهو ما تيقولوش جمله مفيده وما تيعرفوش يكتبوا جمله مفيده. وانا كيطلعوا عندي كنخليهم 24 ساعه باش يستحيو، وكندير لهم كاع لو كور كندير لهم القليب باش يعيقوا. البارح ولا البارح كتبت لي واحد تفوعلك، انا ما استفدتش شنو هي تفو، ما استفدتش ما معنى اش هو الخطاب ديالك. لا لا خليتها 24 ساعه ما قلنا نمسحها. ناس ما عندهمش خاوي الوفاد، انسان تزاد في الفقر، انسان ما تعرفش يقول جمله، وهو كيصلح لهم احقه هو هذا الملكي هذا التحفه كيصلح لهاد الملكيين كيقريهم بفيه اش تقري فيهم. ولكن كنتي انسان عاقل خصك تدي المنظومه التعليميه بالملك ديالها ووزاره الدفاع والخارجيه فهمتيني والاساتذه والمعلمه تدوهم للمحكمه الدوليه ولا جيبوهم هنا نحاكموهم. علاش هذوك ما قراوش؟ علاش انت مشيتي قريتي وهما ما قراوش؟ هاي فين كانوا؟ ها؟ اذا هنا وهادو هما الملكيين، وهاد الملكيين هادو تيشاركوا في الاستبداد وكيشاركوا في الظلم وكيشاركوا في الفساد، وهاد الآلية هادي غدور عليهم واحد النهار. شتوها كيفاش تعامل النظام مع المؤرخ، وشتو كيفاش تعاملوا مع النظام كيفاش تعامل مع هذاك الصحفي اللي هو المهداوي. راه إذن دابا غنمشيو للمصير نتاع الملكيين من التحليل ديالي ومن وجهه التحليل ديالي. انا كيبان لي النظام راه سالا وصلح ديالو، لان النظام ما بقاش نافع، كاين تقلبات على مستوى عالي، وديك الاحاديه ديال النظام كان نظام امريكي هو اللي حاكم العالم وخلاهم تمنيه، النظام ما تلاش بغاهم. و دابا كاين ثلاثه نتاع الاقطاب، كاين الشينوا من جهه، كاين الروسا من جهه، وكاين امريكان. ما يمكنش هادو الثلاثه غادي يساعدوا النظام، والنظام ما ساعدش راسو، واللي ما ساعدش راسو ما غيساعدو حتى شي واحد، وراه كيتفرتت وكاين صراعات داخل النظام. وعما قريب غنعرفوا اش كاين والمستقبل نتاع هاد الملكيين، وهو انهم هادو اللي في الخارج يقدر ما يبقاش يدخلوا للمغرب، يقدر غيولي واحد البارادوكس هنايا، غتولي واحد القضية غادي نشاهدوها في عما قريب، وهو أن الجمهوريين ولا المعارضة، كنقول المعارضة حيت المعارضة كتشمل الجمهوريين والناس اللي ماشي جمهوريين واللي هما في المعارضة. الناس اللي في المعارضة راه غيدخلوا الوطن ديالهم، لأن هذاك الوطن ديالهم، لأن مضى حق
وراءه طالب، وكاين مسائل كتبدل وكاين تغيرات وما كاينش شي حاجه اللي هي ثابته ومسمره ودائمه، في حين هادو اللي في الخارج يقدوا القديم تاع الوطن غفور رحيم، ما كنعتقدش غادي تكون، وغيكونوا محاكمات، واللي كيشارك في التدليس طف. واحد القضيه غادي نقولها للملكيين، بحكم انا شوي طيور روسيا تاع الدوله، ومي كنقول طيور روسيا انا مدير ديال الدوله وكنعرف الخبايا والنوايا والاسرار ديال الدوله. نقول لكم واحد القضيه هذه ما كتهمكمش انتم يا المعارضه، خليونا هذه كنقولها للملكيين. غدا ان شاء الله النظام غادي يطيح، والنظام ملي غيطيح الناس غتهرب، والناس بدات كتهرب، والناس اللي في المصير تاع القرار راه عندهم ديور ديالهم على برا، وعندهم جواز ديال السفر سميتو اجنبي، وعندهم جواز دبلوماسي مغربي. اذا بالزربه غيمشيو بحالتهم، ويتحلوا لي زارشيف، ومن غير يتحلوا لي زارشيف الناس اللي غيحكموا غادي يخرجوا لي زارشيف، غيخرجوا هاد الناس هادو اللي كيتخلصوا هما ما خدامين شي، وغيخرجوا بحال تحفه، والمكالمات والوراق اللي كان كيصيفط ليه الحموشي ولا النظام والمهداوي كيفاش صنعوا ليه السيناريو حتى خرج سميتو. وواحد السيد مراتو كتقول للمخابرات اش كيعاود ليها في الدار مثلا، غيخرج الصندوق غتفرق واحد لابوات نوار، غتفرقع لابوات نوار غتفرقع، وغيكون الناس عندهم اكسي عندهم الحق باش يمشي. غيقول انا سمي عبد القادر بن قدور بغيت نعرف، وكيمشيو طاب طاب على بن قدور تيقول ليه كيعطيو قداكو ديال الاوراق تاع، تيقول ليه سير جلس، تجلس وتلقى الاسماء نتاع الناس اللي كانوا تيبركوا به واللي كانوا تيوصلوا به، وهاد الخبر كله غادي تخرج، وغتخرج القضيه نتاع الناس اللي كانت الدوله كتعطيهم الدعم باش يتجلوا ويستحمروا في الشعب. اذا اللي تصب في وسط البلاد راه ما غيخرجش ولا غيتحاكم، ولا برا ديال البلاد غتكون مطالبه قانونيه باش يدخلوا للبلاد. وملي كيتبدل النظام الدول العظمى كتي في امريكان ولا في سويسرا راه غادي يعطيوك، حيت الدول كيتعاملوا مع دول مع واحد لونتيتي بوليتيك جيريديك فهمتيني الفرونسيير، وما كيتعاملوش مع اشخاص، كتولي انت عباره عن شخص. الملك اذا مشى حتى هرب كيولي غير شخص، ديك السلطه اللي كانت عنده وداك الدستور اللي كان حاميه 40 مليون ديال المغاربه ما غيبقى شيء، وراه غيجيبوه للمحاكمه، لان العالم راه تبدل. والمصير نتاع هاد المعارضين هو انهم غيدخلوا الوطن ديالهم وغيقبطوا الطيارات، وغيقولوا كما قال احمد شوقي اعتقد عندما يقبط الباطو من الجزيره باش يمشي لمصر بعد غياب طويل، يمكن كانت في ايامات الخديوي علي الملك اللي ما كتعرفوش انتم، هو اللي غيقول كلمه مشهوره، ويا وطني قد لاقيتك بعد ياس كانما لقيت بك الشباب. اذا غادي نخليوها الى هنا، وشكرا على الاتباع ديالكم، وحاولوا تشاركوا في القناة لكي تعم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.